تهانينا والناموس لسعيد بن مظفر بن محمد العامري على فوزه بالشوط الرئيسي في الفترة الصباحية والفترة المسائية في هذا اليوم 14 من شهر نوفمبر. على بركة الله تعلن الانطلاقة الثانية في مساء هذا اليوم التي تحمل التحديات وتحمل الشعارات الكبيرة التي قدمت من أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي لهذه المشاركة الأخوية، وهدفهم الناموس الأغلى من كل شيء. مشاهدينا الأعزاء، هذا هو الشوط الثاني للحقائق القعدان، 3 كيلومترات يا مشاهدي قناة الريان الفضائية، ونبحر مع 26 شعار، 26 اسم، 26 مالك، 26 مضمر، ينطلق لتحقيق الناموس والهدف الوحيد في ميدان التحدي. ناخذ المركز الأول، وهنا الأسد، الأسد تعود ملكية الأسد للسيد محمد بن سلطان بن رشيد الاكتبي في المركز الأول، بينما النقلة التالية على المركز الثاني. في المركز الثاني من انتقل بدور إلى المركز الثاني، وهذا شعار مشاهدينا الأعزاء. في المركز الثاني هناك من الجانب الآخر، ممتاز القادم من الجانب الآخر، أو هنا من ينتقل إلى المركز الثاني في ثاني الأشواط، هملول، يا مرحبا بهملول، وضيف من المملكة العربية السعودية الشقيقة مع سالم بن رباح الحربي من المدينة المنورة قادم. بالمركز الثالث وصل الإحصان محمد بن صباح النعيمي بالمركز الثالث، وفي المركز الرابع من انطلق جمر سعيد بن صالح باللحول المري. مشاهدينا الأعزاء، من فاز بنقطة في صباح هذا اليوم؟ يا سلام، هذا الخطير، هذا العملاق العناوي سعيد بن مظفر بن محمد العامري اللي فاز بالشوط الرئيسي في صباح هذا اليوم وفي هذا المساء أيضا. لكن دعونا نعود مع بن رشيد، مع بن رشيد وأهالي دبي. هناك 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 3 كيلومترات، ثاني الأشواط، دكتور الأصالة في مقدمة الشوط مع لطام، دكتور الأصايل مع الأسد، الأسد الأسد الأسد، وهذا أسد الميدان بشعار محمد بن سلطان بن رشيد الاكتبي، الألف ومئتين، ودكتور الأصايل على المركز الثاني، العملاق العيناوي على المركز الثاني، هنا بشعار سعيد محمد بن مظفر العامري، ولكن الواعي، ويا مرحبا بالواعي، وترشيحي بينصب على الواعي، وهذا صاحب الإنجازات وصاحب السجلات وصاحب الانطلاقات سعيد بن راشد الزعبي، الشعار الشحاني سابق في المحل الماضي. مشاهدينا الأعزاء، المركز الرابع وصل شعار مشوش لعبد الله بن رويشد الجهني ايضا احد الضيوف، ولكن الى الواعي الواعي الواعي، الفوز عنابي وشحاني مع الواعي بسعيد بن راشد الزعبي متحمل المسؤوليه. والى هذه اللحظات هنا شعار مبارك بن علي الكاموخه المتخصص بفئه القعدان الحقائق. يا سلام، غادر الواعي، انطلق الواعي، ذهب ذهب ليكرر السيناريو دائما وابدا. ما شاء الله، سعيد بن مظفر العامري قادم. يا سلام يا سلام يا سلام، المعركه طاحنه، نهاب يا نهاب العملاق العناوي وسعيد بن راشد الزعبي هذا العملاق الشحاني. يا سلام، المعركه ما بين النهاب والواعي، اهالي دبي، اهالي العين واهالي الشحانيه، سعيد بن راشد الزعبي، نهاب يا نهاب، نهاب والواعي، المعركه مستمره، المعركة ما بين الاثنين، يا هي لحظة، يا هي لحظة محرجة، سعيد بن راشد الزعبي الواعي لم يذق طعما للهزيمة ولا يعرف طريق الهزيمة. سلامي شحاني، سلام، سلام لبو راشد، سلام، سلام لسعيد، سلام، وسعيد بالفوز والانتصار. هذه لحظات الوصول، المركز الثاني سعيد بن محمد بن ظفر العامري على المركز الثاني، وفي المركز الثالث من وصل في المركز الثالث بشعار سيد مبارك بن علي الكاموخة المري، وفي المركز الثالث لطام لناصر بن حفيظ بن سالم النابت المري، وفي المركز الرابع وصل هنا راهي لسعيد بن محمد بن علي المري، وفي المركز الخامس
وصل الأسد لمحمد بن سلطان بن رشيد. هل اكتبي تهانينا والناموس لمالك الواعي سعيد بن راشد الزعبي، وهذا شعار أحد المضمرين العمالقة، وها هو الواعي يسجل وسجل تاريخ. هذا لم يذق طعما للهزيمة، وتوقيته الزمني 4:35، 4 أجزاء من الثانية، وينحدر من سلالة الواعي بعير سمو أمير البلاد المفدى. هذا الإنتاج القطري الخالص يستمر بالنواميس. المركز الثاني نهاب مع شعار سعيد بن محمد بن ظفر العامري، وتوقيته الزمني 4:35، 64 جزء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لمن فاز بالمركز الثاني. وصل بالمركز الثالث ومن فاز به لطام لناصر بن حفيظ بن سالم من نابت المري. لطام لناصر بن حفيظ بن سالم من نابت المري، توقيته الزمني 4:40، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا مرة أخرى.